هل تشعر بالخمول وضعف النشاط العام ومن الآخر كده صحتك على قدك؟ طب هل تعاني من الإرهاق والكسل وعلى طول كده عايز تنام؟ طب هل أنت تحت إجهاد عصبي وطول الوقت بتتعصب وبتتزرزر وتتنرفز من أي حاجة؟ يبقى الحل في الكبسولة الذهبية اللي الكل بيدور عليها. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لك كل الفيديوهات، ومش كفايه تعمل اشتراك بس، هتلاقي علامه جرس جنب الاشتراك لازم تدوس عليها لغايه لما يظهر فوقيها الخطين. تاني حاجه، علشان مشكله الفيديوهات اللي مش بتوصل للناس، خلينا نوصل الفيديو ل 5000 لايك علشان كل الناس تقدر تشوف الفيديو. النهارده هكلمكم عن نوع بصراحه من الكبسولات موجود في الصيدليات، في كميه فوائد كبيره جدا 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 بالنسبه لسعره، بالنسبه لانه يعتبر محلي، حتى بديله، يعني بديله اللي هو السنترم المستورد بيوصل سعره ل 400 جنيه، في حين الحاجه اللي انا هكلمكم عنها النهارده سعرها يعني على قد الايد، يعتبر 40 جنيه و20 كبسوله، فتعتبر سعره كويس جدا وفي متناول الجميع. اول حاجه، الكبسولات دي تعتبر حاليا اشهر مالتي فيتامين في مصر، وحاجه تاني ممتازه جدا ان هو يعتبر مكمل غذائي وفي نفس الوقت مش بيزود الوزن، وحاجه تاني كمان بتميزه ان هو حتى الكبسولات دي مش بتقتصر على بس الشباب، لا ده كمان ممكن ياخدها الناس الكبيره في السن، هتديهم طاقه وتجدد كده نشاط وتديهم كده ان اعصابهم تبقى مشدوده، فيعتبر من اهم المالتي فيتامين اللي انا على طول بنصح بيها اي حد يسالني على مالتي فيتامين كويس. المالتي فيتامين اللي انا جايه اكلمكم عنه النهارده هو الفيتاماكس بلس، حقيقي كبسولات ذهبيه. تخيلوا ان الكبسوله الواحده بس فيها 28 نوع فيتامين، من اهمهم فيتامين A، فيتامين بي 1، فيتامين بي 6، فيتامين بي 12، برده فيها فيتامين د، غير الحديد والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم، فتعتبر فيها مجموعة عناصر بالنسبة لانها تكون كلها مجمعة في كبسول واحدة، فدي حاجة رهيبة وحاجة ممتازة جدا. بس طبعا يعني زي اي نوع فيتامين في تحذيرات لازم نقولها، وطبعا الجرعة لازم يبقى ليه جرعة معينة، ما ينفعش يتاخد باي شكل. لكن قبل ما تطرق لموضوع التحذيرات واقول لكم على الجرعة، خليني اقول لك شوية حاجات بيعملها وشوية حاجات مفيدة جدا للجسم بتظهر اول ما بتبدأ تستخدم فيتا ماكس بلس، ده غير المشاكل الكبيرة جدا اللي هو بيحلها. شوفوا بقى، اول حاجة ان هو فيه الزنك، والزنك ده مفيد جدا جدا لصحة الرجال، ده غير ان مجموعة فيتامين بي الموجودة فيه بتساعد بشكل كبير على تقوية الاعصاب. يعني انت لو حاسس مثلا ان اعصابك ضعيفة او ان انت مش قادر مثلا تشد كده نفسك، في مجموعة فيتامين بي فيه بتخلي الأعصاب تبقى أقوى بكتير من الأول، ده غير إن هو مقوي ومنشط عام علشان الناس اللي طول الوقت بتحس بضعف ووهن وإن هم تعبانين ومش قادرين بقى يسندوا نفسهم، فيعتبر إن هو بيديهم طاقة ونشاط بشكل كبير جدا. أما حاجة مهمة جدا إن هو في مجموعة من مضادات الأكسدة علشان الناس اللي بتحب تاخد فيتامينز تقلل علامات الشيخوخة أو تأخر ظهورها. كمان حاجة تاني مهمة جدا إن هو بيساعد في الناس اللي بتعاني من الإجهاد والضغط وتبقى أعصابهم يعني تعبانة ومضغوطين وتحت ستريس، فهو يعتبر ممتاز لأنه يعني كده بيحسن من الحالة المزاجية. من الحاجات الممتازة في الفيتاماكس بلس لأنه زي ما قلنا هو مش بيزود الوزن، فبيستخدموه معظم الرياضيين او الناس اللي بتعمل دايت. فلو انت بتعملي دايت وعايزه حاجه تساعدك، او لو انت مثلا بتلعب رياضه وعايز حاجه تشدك في التمرين، يبقى الفيتاماكس بلس هيكون ممتاز وهيأدي الغرض وزياده كمان. ده غير انه في غذاء ملكات النحل، والغذاء ده من كتر اهميته ممكن اكلمكم عنه في حلقه تانية يعني مطولا كده، لان هو طبعا مفيد جدا جدا. حاجه تاني ان هو في معادن
المفيده جدا للشعر، علشان مثلا لو انت بتعاني ان شعرك بيقع او حاسه ان هو في مثلا سقوط بشكل كبير الفتره الاخيره، ده يعتبر من اهم الحاجات اللي بتساعد الشعر على ان هو يبقى قوي وبتمنع التساقط بشكل كبير. نيجي بقى للنقطه المهمه اللي في الحلقه، التحذير، امتى يعني اخد بالي وامتى اخده، يعني اصلا جرعته تبقى امتى، وبرده التحذيرات. التحذيرات اول حاجه هو عشان في فيتامين A ما ينفعش اخده لفترات طويله لانه ممكن يسبب لي هشاشه عظام. حاجه تانية، لو انت بتاخد اي دواء فيه فيتامين A ما ينفعش تاخد الفيتاماكس بلس، تستنى لما تخلص الدواء ده وممكن بعدين تبدا تستخدم الفيتاماكس بلس. بالنسبه برده لمرضى القلب او مرضى ارتفاع ضغط الدم، ما ينفعش ان هم يستخدموه لان هو فيه جينسنج، وده طبعا بيبقى خطر جدا خاصه مع مرضى القلب ومرضى ضغط الدم. كمان حاجه تاني، لو بتاخد ادويه سكر او بتاخد دواء تجلط دم او بتاخد اي حاجه مدره للبول، برده يعني يمنع استخدام الفيتاماكس بلس لو انت بتستخدم اي دواء من ادويه الحاجات دي. اخر حاجتين، ان هو ما ينفعش برده يستخدموه الحوامل او اللي بيرضعوا. واخر حاجه، لو انت عندك حساسيه يعني لاي مكمل غذائي او اي ماده في اي طعام، ما ينفعش ان انت تستخدمه الا بعد استشاره الطبيب، ولازم ترجع له علشان هو مثلا يشوف هل هيتعارض مع الحساسيه اللي عندك ولا مش هيتعارض. اما بالنسبه للجرعه، الجرعه بتاعت الفيتاماكس بلس يفضل ومهم جدا تكون كبسوله واحده بعد الفطار يوميا مع 2 كوب ميه. كبسوله واحده هتأدي الغرض، انت مش محتاج اكتر من كبسوله. لو عايز اكتر من كبسوله ممكن ترجع للدكتور، لكن ما تستخدمش اكتر من كبسوله يعني مع نفسك، لانه ده ممكن برضو يكون زياده عليك، فكفايه قوي. وانا هاخد فايدتي كلها من كبسول واحد بعد الفطار، انا مش محتاجة حاجة اكتر من كده. بكده يبقى عالجنا مشكلة الارق والضعف والاعصاب التعبانة والشعر اللي بيقع والحاجات اللي احنا محتاجينها، الفيتامينز محتاجينها اثناء الدايت، وعالجنا مشاكل كتير جدا بمجرد علبة سعرها حاجة و40 جنيه بدل ما نشتري حاجة ب400 جنيه. عندنا حاجة محلية جميلة جدا فيها كمية فيتامينز حلوة، اهم حاجة نستخدمها صح ونعرف نستخدمها امتى، وان شاء الله هتحقق لنا اعلى فايدة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة وتكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع اصحابكم، واشوفكم ان شاء الله في احسن صحة واحسن حال. اشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. باي باي.